أصواتنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام في تحديات هذا الانطلاق في أول أيام هذا المهرجان، مهرجان ولي عهد دبي، والدعم المستمر لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. كما نذكر أيضا بالمزاد الشخصي الذي سوف يقام يوم الغد في تمام الساعة 6 مساء على قناة دبي ريسينج. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بمتابعة ومجريات هذا الشوط، شوطنا 14 في تعداد أشواط مساء هذا اليوم، وهو الشوط الخاص بالحجاج الجعدان. نتمنى التوفيق للجميع. شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين والمهتمين بالإنتاج في هذا العالم الساحر. نسير بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة وبحر اللي قاد المجموعة لحميد بن مطر بالكوس، ينطلق بناموسي هذا الشوط منذ البداية، يليه الشبابي مع المركز الثاني لعلي بن سعيد بن سالم الهاشمي، ومع المركز الثالث من الجانب الآخر نتابع المركز الثالث، وأرى شعار علي بن حبروت بن سلطان الاكتبي يتقدم على ظهر شاهين. بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع، مع المركز الرابع تحديات حفلان محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي، ومع المركز الخامس اللي وصل من الجانب الآخر، من الجانب الآخر التحديات أيضا، والشعار بن مصلحة الإحبابياتي أيضا الشاعر بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع المثير. ومع المركز السادس يصل هباش حمد بن محمد بن قنون الدرعي. بينما انطلقنا مع المركز السابع، مع المركز السابع الشمالي احمد بن عبيد بن مبارك الكتبي في متابعة الشمالي، ومع المركز الثامن ارهني معزم حسن بن احمد بن حسن العامري، ومع المركز التاسع وصلت الاسامي، وصلت الشعارات، الذيب الذيب الذيب. مع المركز التاسع محمد بن سيف بن حميد الخيلي ياتي ايضا بهذا الانطلاق على مستوى المركز التاسع. بينما اذا انطلقنا مع المركز العاشر بأر التقدم مع الواش لعدنان بن سليمان بن ناصر الرشيدي. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا للعشر المراكز المتقدمه. ولكن لنعود مع الصداره والبدايه والمقدمه، وارهني اللي قاد المجموعه الشمالي انطلق بناموسي هذا الشوط. قاد المجموعة بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، عصا راقدة وآمنة حتى هذه اللحظات بهذا الشعار، شعار أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، متقدما منطلقا بتحديات الشمالي. ولكن اللي وصل مع المركز الثاني الذيب محمد بن سيف بن مبارك بن حميدة الأخيلي يتقدم، يتسلل مع المركز الثاني. ثالث المراكز التحديات المعزم حسن بن احمد بن حسن العامري، ومع المركز الخامس من الجانب الاخر مشوش تقدم في هذه اللحظات هادم بالحزمي بن قناص العامري، يتقدم على مستوى المركز الرابع. ومع المركز الخامس تاتي الاسامي ايضا والتحديات مزاحم، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ولكن ارى الشعار الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي مع الفايز يتسلل مع المركز الرابع. الاسامي القادمه ما شاء الله ارصد لي التسلل للشامق سالم بن مهنا بن نوبي المحرمي، اعطيت التعليمات، انطلق الجميع بناموسي هذا الشوط. يا ارض احفظي ما عليك، مع هذا الانطلاق المتميز ومع هذا التحدي والذيب الذيب الذيب اللي قاد المجموعه، الذيب بعد المسافه محمد بن سيف بن حميده الخيلي ينطلق بناموسي هذا الشوط ليهدي السلامات لهالي رماحة وهالي الخزنة وهالي الختم، جميعا يستاهلون مع هذا الانطلاق ومع هذا التحدي الجميل والرائع. ولكن اللي قادم الفايز احمد بن سلطان بن رشيد، التحديات مع تيم محمد بن سلطان بن ميرين
الشاعر الاكتبي والقدوم مع طلوع لعلي بن محمد العمري. ولكن الصدارة الصدارة مع الذيب مع الذيب قفل على مجريات هذا الشوط. تهانينا لمحمد بن سيف بن حميد الخيل، وسلام سلام مع الأداء المتميز ولحظات وصوله إلى خط النهاية. الفائز مع المركز الثاني لأحمد بن سلطان بن رشيد، المركز الثالث طلوع لعلي بن محمد العمري، المركز الرابع ياتي شعار بن ميرين على ظهر عتيم محمد بن سلطان بن ميرين، ومع المركز الخامس تحديات الشمالي لأحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة لنا. عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الذيب إلى خط النهاية. ياتي بتوقيت زمني مقداره 5 دقائق لحظات الوصول، 50 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سيف بن حميدة الخيلي، وسلام مع الأداء المتميز اللي قدمه الذيب اللي وصل مع المركز الثاني. 5 دقائق 50 ثانية 8 أجزاء من الثانية هو توقيت أيضا الفائز لأحمد بن سلطان بن رشيد، بينما اللي وصل مع المركز الثالث ياتي أيضا طلوع بتوقيت زمني مقداره 5 دقائق 51 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن محمد بن علي بن خميس العمري. تهانينا للجميع والناموس.